انا سن ديالي 25 سنه، طالبه بالمسيك في الماستر و او ميم طون معلمه في ايكول بريفي. حاولت انني ندرس ولو انني درست في ظروف مزريه بزاف، ان الحق ديال الوالد ديالي ما قدرش ياخذو المده ديال 26 سنه اللي في العمر ديالي اليوم، وكان لانيفيرسير ديالي اليوم، واضطريت انني نمشي ندوزو عند البوليس، ولو ان البوليس كان ناس في المساواة وتعاملوا معنا ودار حسبونا في حر خوجهم، حيت ما بيناش علينا كاننا ناس اللي ناس دراوش وعلى قد الحال وباغين نعيشوا صافي، وخا اضطريت انهم يكذبوا عليا. مهم في البداية ديال الامر كانت ديجا فاش كنا ديجا صغار كانوا ما عطيناش حق البابا نهائيا، اننا خدينا بيت مع الجيران، واخا الحق ديالو كثر من هادشي، هما واخدين ابارتمون وساكنين فيها، كل واحد كيتزوج كيسكن فيها مده وكيخرج وكيخلي خوه، يعني هما شي خمسه الاشخاص وحقنا في البلاد ما كناخذوش، هما اللي واخدين، وهادشي كامل قلنا ماشي اشكال، حنا باغيين نوصلوا باغيين نقراو. كنضطر انني حتى الخمسه الصباح كنت شي كينعس الناس عادك نوض انا نحفظ باش قدرت ناخذ ليسونس ديالي. مهم انا اللي كيبقى فيا اللي كيضرني في قلبي كان الاب ديالي كياكل العصا كيتحاموا عليه ربعه الناس، وانا ما قاده ندير حتى حاجه، ربعه الناس كيضربوه، واحد كيقول لي غادي انا غنخرج عليك انت وخوك غنوصلوك للحبس، من الام ديالي مريضه بالسكر والكوليسترول، يعني كنخافوا عليها. الاب ديالي كياكل قدامنا العصا ربعه الصباح، كنفيقوا ربعه الصباح كيفيقونا، الاغاني والشطح والدردك حتى لواحد الوقت. اللهم ان هذا منكر. ما انا بغيت نسول سؤال واحد، واش ما كتخافوش الله؟ واش الله ما كاينش؟ خليو ان المحكمه وخلي واش الله سبحانه وتعالى ما كيشوفش ما عادلش؟ ان الاب ديالي كي غنكون انا كي غتكون نفسيتي كي غتكون نفسيت خويا، ما كانت عطا ولا مخدرات، لا سولتوا علينا في الدرب ديالنا، ناس اللي في حيث مرض زنقه 37 30، ان ناس اللي ما كنجبدوا لا صداع لا والو، شادين تقارنا كي درتكو علينا كي ضربونا كيعايرونا فريمون كيعذبونا بواحد الطريقه غير ابار على نفسانيه، حتى كناكلوا العصا ما كنقدروش نمشيو للبوليس، ما عندناش الفلوس باش نمشيو، باش نكونوا صريحين يلاه مضاربين مع الوقت. الفقر ماشي عيب وعمر ما كان عيب، والدليل على انني قريت ولو في ظروف مزريه، ولكن كأن الجيران من جي وانتوما من جي، واش ما كتخافوش الله؟ واش الله ما كاينش؟ انا هذا هو السؤال اللي فريمون كيتبادر لي ديما للذهن ديالي، واش ما كيخافوش الله انهم كيتعدوا على الاب ديالي وانا ما قاده ندير والو؟ كياكل العصا ما مره ما جوج ما ثلاثه، ولاد عمي بربعه، وعاده فاش كتوقع شي حاجه ضربوهم تعدوا عليهم ماشي اشكال، انا غادي نفكوها غير فلوس سيروا. ودابا المشكل اللي وقع ان السيده كتبقى تدردك علينا صباح وعشيه، طلعت انا كنت طلعت تندردك، انا طلعت درت نفس الحاجه حيت فريمون وصلت بيا الطوب هذيك النقطه اللي عمرات الكاس صافي، قلت ماشي اشكال غتكون طلعت كتقول لي الفاعله يتركه بواحد الالفاظ نابيه، ورجعتني انا اللي غلطه. فاش دارت هذاك لو جيست قلت ماشي مشكل صافي، انا غوت وهي غوتات ماشي اشكال. دازت واحد يومين الطوموبيل ديالهم تكجطات ليهم، او كما كيقولوا شي واحد خبشها او شرطها بشي حاجه بشي سيرك ولا جو سي با باش ما عرفتش. انا كنت كندفع انا والصديقه ديالي، حيت في الصيف خصني نخدم باش نعاون راسي، ميم سي انني غنخدم في ايكول بريفي خاصك باش تلبسي تبدلي تليفونك تعاوني ماماك وباباك في الاكل والشرب، يعني فريمون الحاله مزريه. كين كتقولي ماشي اشكال، الا شتيني في الطريق تقول هاد السيده ما عندها حتى مشكل، ولكن فريمون كنعاني. انا مرت بالاعصاب وانا في السن ديالي 17 عام، في السن ديالي كنشوف طبيبه نفسانيه ماشي حشومه. نتبعكم القصة. ناضت اشنو قالت انتي جيت مع ثلاثة العشية على ما كيعاود الوليد ديالي وخويا، ناض كيضرب في الباب ولد عمي وكيضرب وهرس لينا الحالة، وعندي الصور كتأكد هادشي، هرسوا الدنيا. فجيت سولت اش واقع على قبل الطوموبيل، حنا اقسم بالله وشهادة الحق
انني والله ما شفت شي طوموبيل وماشي في العلم ديالي ان اصلا كاين شي طوموبيل ولا شراو شي طوموبيل. حنا ماشي حاسدينكم ولا ما كنحملوكمش، حنا بغينا حقنا ونمشيو في حالاتنا، ما كنطالبوا بحتى حاجه. ماشي انت بالمعقول ديالك اللي كدير هادشي، تبغي باباك ياكل عصا قدامك وما تقدر دير والو وما قد دير حتى حاجه قدامه؟ ما يمكنش. راه هذاك كما كان الحر كيبقى الاب ديالي، الا دار لكم شي حاجه راه عمكم، راه ما جيبيهوش من الزنقه، راه دونك نورمالمون راه خاصكم نتوما اللي تحاميو عليه. راه حنا ما عندناش حد اخر، انا وخويا صغار، ما كاينش اللي يوقف معانا، ما عندنا لا فلوس لا معارف لا حتى حاجه، ما عندنا حتى واحد، عندنا الله ونتوما. نورمالمون خاصكم تكونوا خوتنا كما كتقولوا، ماشي تتاداو علينا وتاخذوا حقنا وتقولوا لنا والله ما غتاخذوا حقكم، جريوا جهدكم. واش ما كاينش الله؟ كيفاش كتقدروا تنعسوا وحده كتنعس هي وبابا وخوها في نفس البيت وما فين كنبدلوا فين كناكلوا؟ انت واخد بارطمنت انت ومرتك وبنت وبنت عمي، ما يمكنش. حنا حقنا ما واخدينوش، راه ظلم، هذا ظلم، راه ما يبغيش لا الله لا عبده. وعادة تديني حتى للحبس باش تخرج لي على مستقبلي؟ واش ما عندكش ولدك؟ ما عندكش خشك؟ ما كتخافش الله؟ خليه ما عندكش. عيطوا لينا، المهم جات ضربات لنا بالجاج، انا دخلت انا وصاحبتي طيبنا الغداء جلسنا، استغفر الله العظيم، جلسنا كناكلوا حتى كنسمع تكينه، كنسمع في الباب الجاج كيضرب ليا في الباب. انا شنو غندير؟ ما نقولش لكم انني ما عرفتش اشنو غادي ندير. الا حليت الباب انا كنخاف على وجهي، ومن هذا المنبر لو وقعت لي شي حاجه هما اللي مسؤولين عليا، وهما اللي وقعت لي شي حاجه حيت هما اللي كيتحلفوا عليا، انا وخويا وبابا، حيت انا ما غنسكتش من اليوم على انهم يتعدوا عليا على بابا، حيت ما عندي حتى واحد من غيره في الدنيا من غير الوالدين ديالي. المهم ضربات بالزجاج، غوشات، انا ما نكرش انني باش ما نكون محايده في الموضوع وما نبينش انا ديك الصوره الملائكيه والصوره المثاليه كانني ما كندير والو، حنا بشر وكنت عصبو دو فري وي، غوت وعايرت واضطريت انني طلعت فوق السطح وبقيت كنغوت وكنهضر وخداو ليا حقنا. انفاش درت هادشي؟ اش نقول لكم؟ مشات دارت في المخزن او دارت عند السلطات كأنا ضربتها، وانا لا يعقل كأنني غنخسر مستقبلي والمستوى ديالي، كأنني ليسونسي وماستر كان بريباري ليه وكنقرا فيه وغنخسر هادشي. وناضت هي دارت هادشي، انا وريه لكم. صافي ناضت هالبيبان كي مهرسين، الباب اللي تهرس، يعني انا ما كتبتش عليها، وانا هالباب اللي فين كنحفظ، هذه هي البراكه فين كنحفظ، قالوا لك ما تطلعيش ليها. ما عندي والو، عندي براكه في السطح في حق با، ما كنقدرش نهضر وما عنديش حق فيها. هادشي كامل ماشي اشكال، اول مره غندخل الكوميساريه من بعد فاش درت لاكارت ناسيونال، سي لا بروميير فوا غندخل قدام. الحمد لله تلاقينا مع ولاد الناس، لكن شي بنت الناس ومرضيه ما عمرك غتخيبي، وفريمون تعامل معنا في المستوى، وكان انسان محايد وجدي وحس بينا. ربي ما كي حنا بلادنا، انا متاكده كان البلاد كيف كاين اللي كيقول كاين خايبين، كاينين الناس زوينين، وكاينين الناس اللي باغين يعاونوا الناس، وكاينين الناس اللي تحطوا في نفس لا سيتوياسيون ديالي. غير الفرق بيني وبينك راه انا ماشي غير حق اللي بغيتو، انا بغيت حق با اللي فيما كتوقع شي حاجه في الدار، راه فلان اللي دار، باك اللي دار. انا خارجه نتقيد في لافاك وكنبكي، جيت كراج علال ما عنديش شكون اللي غيدافع عليا، ما عنديش خويا كبر مني، وكتقول لي ما عندكش الرجال. دو فغي حيت كضربوا لينا با وكتعيروا، داكشي علاش ما عنديش الرجال. انا الا كنتي انت كتقولي راه عندك الراجل، انا راه عندي الله، والله قوى منك وقوى من كلشي. ومن هذا المنبر كنشكر شوف تيفي اللي خلوني انني نقول هادشي كامل ونعبر على داكشي اللي كنحس به، هذا من جهه. ومن جهه اخرى اللي بغيت ناكد عليه كان حشومه هادشي اللي كيوقع، حنا عائله ابغ على كاننا على شحال غادي تعيش فيها؟ شحال؟ 100 عام، 200 عام،
خاف الله، اعطي كل واحد حقه وسيروا بحالاتكم. ياك نتوما ما حاملين الناس، حتى حنا راه ما بغيناش نكونوا معاكم، حتى حنا ما غنرضاوش نكونوا مع عائله كيضربوا عمهم. راه الخير وحنا كون والدينا ماتوا، نفترضوا ان الوالد ديالي مات والام ديالي اللي كتخدم عليا ماتت وبقيت في الزنقه، هادي هكا غتعامل مع بنت عمك؟ هكا غتعامل مع وحده تربات معاك في الدار من 4 سنين وانا كنحس بالحقره؟ عمرني دويش كنقول دابا يعاوني الله، دابا يسهل عليا الله. ما همنيش كون ساكنه في بيت واحد، وما همنيش كون ما عنديش ملبس، وما همنيش كون معشيه مره وما معشيش 20 مره، همني كون انا كنتحقرت وما كاينش اللي دافع عليا. هادشي اللي همني، حيت انني جريت ولكن ما لقيتش شكون اللي يوقف معايا. كاين عمنا واحد هو اللي مات الله يرحمه، وكاينين هما كيقولوا لنا ما غتاخذوش حقكم، جريوا جهدكم، احنا ما غنديروا لكم والو. وبانا فيما كيجي يهضر على حقه او فيما كيجي سكران كيضربوه وكيقولوا لي غندوك الكوميساريه، احنا ما كنقدروش نهضروا. هضره جوج ثلاثه كيقولوا لينا هذاك ولد عمي اللي داني دابا هو ومرتو للحبس، مرتو بعدا دايره في الدار حاله. غير دعاوكم؟ دعاونا زعما دعاونا، يعني انا فوا عيطت لك البارح كنبكي، يعني مخلوعه حيت ما جامي دلافي شفت انا الكوميساريه، وراه بابا ياكد لكم الامر كنت رعد. انا ما مولفاش بالكوميساريات وما كبرتش فيهم، ولكن علاش حنا غنهبطوا لهاد المستوى؟ بغينا حقنا عطيونا حقنا، ماشي تقول لي واجري جهدك، عمرك غتاخذي حقك، حقك ما عمركم غتيسعوا. الا كنتي كتحلل هضرتي، قلت لك اننا ما كلكفهم 20 و20 لا، يعني ما فحالناش. هذاك السيد اللي كيكون يلا كيضارب مع الوقت باش يجي بينا قوت اليوم، الاخر مريض، الاخر واش ما عندكمش مصاريف؟ ما عندناش مصاريف باش، وما عندناش معارف، ما عندناش اللي يوقف معنا، ولكن عندنا الله سبحانه وتعالى، والله كفيل انه ياخذ لينا حقنا. حنا ما بغينا والو، بغينا غير يعطيونا اتساع ونعطيهم اتساع وناخذوا حقنا. انا ما باغاش منهم وما يبقاوش يضربوا بابا، حيت كما كان الحال الاب ديالي هذاك، هاد راه جوج ثلاثه كيتجمعوا عليه وسير ضربوا، حنا غنفكوها فلوس، حنا غادي نوقفوا، حنا غنديروا. كيفاش كيقدروا يواجهوا الناس هما معدين على عمهم، ضاربين عمهم؟ راه الاب ديالي هذاك كيفاش غنصبر؟ وكيفاش كيكون النفسيه ديال خويا اللي النهار كامل مسكين ما كيشرب ما كيكمي، النهار كامل هو كيجري؟ حنا خايفين على والدينا، ولكن هما تعدوا من جهه الجيران ومن جهتهم هما عايشين في فلون، عايشين في النار ديال بصح، يعني ما قادرين نديروا حتى حاجه، ما قادين. ولكن اش كنقولوا؟ كنقولوا والله ياخذ الحق. نهار اللي دويت سموني كأنا ضربتها، يعني اشنو من هنا القدام؟ انا كنكون في الدار وحق الله ما كنمشي عند صحاباتي باش نقدر نحفظ، كنمشي عند صحاباتي باش نورمالمون. البنت فين كتلقى راحتها؟ في دارهم. انا ما عنديش هاد البوسيبيليتي، ما عنديش هاد انني نجلس في دارنا، حيت كنجلس في دارنا شي طالع عليا، شي هابط عليا، شي كيشعل عليا الاغاني، شي داخل سكران، ولا راه حتى انا بنتهم. راه كيف انت كتخاف على مرتك وولدك؟ حتى انا عندي اللي خاف عليا، واخا ماشي راجل كما كتقولي على لا، ولكن راه كيبقى الاب ديالي كما كان الحال، وهو راجل كانه ما قاد يدير والو. اش غادي يدير؟ خاصو المحامي، خاصو، وحيت ما عارف، ما قال عارف انه ما عندوش، وماليا ربي غالب، والفقر عمرو كان عين بحيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان فقير. انا الفقر ما كيشكلش لي مشكل، الناس كلهم اللي بداو طاحوا باش ينوضوا، وكلهم تابروا باش يوصلوا. انا اللي بقى فيا الحال، وانا الدليل كانني الفقر ما ماثرش فيا، انني قريت وخا فقيره. انا اللي بقى فيا الحال كان الاب ديالي كياكل العصا، الام ديالي كيتعدى، الاخ ديالي فريمون عايش ظروف مزريه. والمشكله انا خايفه على خويا، فريمون خايفه على خويا، حيت الاخ ديالي حسام ظريف والله يعمرها دارو، دي جونغ اللي زعما ترونكيل، وخايف يدير شي حاجه، ولكن خايفه يديروا عليه شي. دابا المشكل كان المشكل انا اللي كنت في الدار، قالت لك كان خوك وكان باك، فيما كينوضوا لخويا. علاش خويا؟ حيت خويا عنده اكثر حق، حيت هو الراجل. الناس خفت انهم ياخذوا يديروا عليه شي اجراء ويطيحوا عليه شي باطل. انا خايفه على راسي وعلى والديا، انا ما كنطالب والو، كنطالب ياخذوا الاجراءات ويبيعوا الدار، يعطيونا حقنا ونمشيو في حالنا. العيب والعار لا جيت دقيت عليك ولد عمي ولا قلت لك عطيني ما ناكل،
ولا شي نهار جيت نسول فيك حيت انا عارفه كما كتحملنيش وكنشكرك ماشي اشكال، غير خليني نمشي حاجه حيت باقي شابعني حتى انا باغا ندير حياتي، حتى انا باغا نكمل خدمتي ونكمل قرايتي ونتزوج وندير وليداتي، راه ما مسالياش لهاد الصراعات. الا كنتي انت ساليتي وخدمتي وقرايتي وتزوجتي مش عاديش الناس، دير راسك في بلاصتنا، دير ولدك حتى هو كيعيش نفس الظروف، راه ما تبغيهاش ليه.